يا بشار الأسد، أدعوك إلى الاستقالة وإنقاذ هذا الشعب قبل أن تنهى بك أمور أخرى أشد بؤسا ستتحمل أنت وحدك، ولا أحد يتحمل مسؤوليتها الأساسية غيرك. الحل الذي اقترحناه حل منطقي لا يسبب هزات اجتماعية ولا سياسية، ويراعي كل الأطراف، ويقوم على المبدأ التالي: النظام نفسه ينشئ مجلسا رئاسيا. هذه المرحلة كلها نسميها المرحلة قبل الانتقالية، كلها قبل أي شيء صار الكلام عنه في المحافل الدولية. مرحلة قبل الانتقالية مؤلفة من 5 إلى 7 أشخاص يشكلون مجلسا رئاسيا، ورئيس النظام واحد منهم. هذا النظام، هذه المنظومة، هذا المجلس يقوم بخطوات أساسية. أول خطوة، ولا تظنوا أننا ننساه، أول خطوة إطلاق سراح المعتقلين. الأمر الثاني، العفو عن كل المطلوبين سياسيا، يرافق ذلك فتح الحدود لكل المهاجرين الذين يريدون أن يعودوا، مع توفير الضمانات والأمن الكافي لهم، التمهيد لانتخابات محلية ثم برلمانية. هذا الأمر يجري خلال سنة، ويضمن انتقال صلاحيات رئيس النظام بشكل مناسب إلى هذا المجلس الرئاسي، ويخرج منه في نهاية السنة. تكون هناك انتخابات برلمانية حقيقية تمهد لانتخابات رئاسية، من اختيار رئيس جمهورية أو مجلس رئاسي منتخب من قبل الشعب، هذا أمر آخر، مع وجود تفصيلات فنية كثيرة جدا. الآن حتى ينجح هذا الحل الذي اقترحناه نحتاج إلى بضعة أمور. الأمر الأول، إرادة وطنية جازمة لإنقاذ سوريا. الشرط الثاني، إنهاء العلوية السياسية. كفانا يا أخوان، إنهاء العلوية السياسية التي دمرت هذا الوطن. من في السلطة يتاجر بالجميع، تاجر بالأقليات والأكثريات، بكل الناس تاجر. كفانا. الأمر الثالث، قانون يخضع له الجميع. الأمر الرابع، عدالة انتقالية لكل السوريين.